أهلا بكم من جديد. صرح سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن حجم مشاريع البيع على الخريطة المرخصة في المملكة تجاوزت قيمتها الإجمالية 553 مليون دينار بحريني، وذلك من قبل مؤسسة التنظيم العقاري منذ بدء أعمالها قبل 15 شهرا من الآن، ما نتج عنه 5571 وحدة عقارية جديدة تم طرحها في السوق. وأضاف سعادته أن هذه النتائج تعتبر إشادة قوية بالثقة من قبل المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري لمملكة البحرين، مما يدل على أهمية تطبيق لوائح قوية ومبتكرة في الوقت ذاته لخدمة هذا القطاع، مؤكدا أن المؤسسة تخطو خطواتها الصحيحة نحو طريقها لتحقيق أهدافها الرئيسية لعام 2019، إضافة إلى مشاريع البيع على الخريطة المرخصة التي تفوق 1.4 مليار دولار. ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث تقدم مؤشر البحرين العام في تداولات اليوم بنسبة 0.31% عند إقفاله، مقفلا عند مستوى 1475 نقطة، حيث شهدت التداولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار بالإضافة إلى قطاع الخدمات، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 3,920,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,155,000 دينار تم تنفيذها من خلال 90 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد استهلت تداولات شهر يوليو بتفاؤل وتحسن معنويات المستثمرين إزاء صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية. نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بارتفاع بنسبة 0.35% بإقفال عند مستوى 8,852 نقطة في ظل صعود القطاعات الكبرى في البورصة مثل المصارف والبتروكيماويات. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت باللون الأخضر بارتفاع بنسبة 0.23% بإقفال عند مستوى 6,391 نقطة، وذلك بدعم من تقدم أغلب مؤشرات في البورصة الكويتية. سوق أبو ظبي للأوراق المالية أقفلت بتراجع طفيف بنسبة 0.03% بإقفال عند مستوى 4,978 نقطة، وذلك بسبب تراجع طفيف لبعض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والطاقة وأيضا العقارات. في مقفلة سوق دبي المالي بخلاف سوق أبو ظبي بارتفاع بنسبة 0.57% بإقفال عند مستوى 2,673 نقطة، وذلك بدعم من أسهم قطاع التأمين التي أقفلت بارتفاع. أخيرا سوق مسقط الأوراق المالية التي أقفلت بتراجع بنسبة 0.23% بإقفال عند مستوى 3,876 نقطة مع هبوط مؤشر قطاع المصارف. التقى سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد السعودية في مدينة أوساكا اليابانية رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وذلك في بداية اجتماع ثنائي بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين. وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. وأفاد ولي العهد السعودي بأن الجميع سعيد بما تحقق في السنوات القليلة الماضية من تقدم كبير في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين،
من جانبه أشاد رئيس الوزراء الياباني بما تشهده المملكة من تقدم وفق رؤية المملكة 2030، مؤكدا أنها عملية إصلاح رئيسية غير مسبوقة تهدف إلى وقف الاعتماد على النفط وإلى تنويع الصناعة، لافتا إلى حرص حكومة اليابان واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لتقديم مزيد من الجهد والتعاون مع المملكة. صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع الميزانية للسنة المالية 2019-2020 بمصروفات تتجاوز 95 مليار دولار والتي تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد. يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان المصري نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة. وقالت وزارة المالية المصرية إن حجم مصروفاتها يصل إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة بمقدار 150 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي 2018-2019. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. المحادثات التجارية الأمريكية الصينية تزيد فرص الشركات الأمريكية للحصول على تراخيص لبيع منتجات شركة هواوي. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك الكثير من الأمور الرائعة حدثت على مدار الأيام الثلاثة الماضية لصالح الولايات المتحدة، وكان ترامب قد توصل إلى هدنة تجارية مع الصين خلال لقائه بنظيره شي جين بينغ على هامش قمة 20، كما قام بزيارة تاريخية إلى كوريا الشمالية. وذكر ترامب في تغريدة على موقع تويتر أن قيمة الأسهم حققت أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 1997 وأن البلاد تؤدي بشكل جيد. واختتم مؤشر داو جونز الربع الثاني من العام الجاري على ارتفاع بنحو 2.6%، مسجلا بذلك أفضل أداء لشهر يونيو في 81 عاما. وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا تاريخيا للتجارة الحرة مع فيتنام، هو الأول من نوعه مع دولة نامية في آسيا، مما يمهد الطريق لخفض التعرفة الجمركية على 99% من السلع بين الكتلة التجارية ودولة جنوب شرق آسيا. ويأتي توقيع الاتفاق وسط اضطرابات تجارية في العالم، وفي وقت يلقي الخلاف التجاري الأمريكي الصيني والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بظلالهما على النمو الاقتصادي العالمي. ويأتي الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الصعبة التي خيم عليها سجل فيتنام في حقوق الإنسان. ونتابع الآن أسعار أو أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. مع تطور المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قال المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض لاري كودلو إن هناك فرصة جيدة لمنح مزيد من الشركات الأمريكية تراخيص لبيع منتجات لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات. وأضاف كودلو أن إدارة الرئيس الأمريكي لم تقم برفع شركة هواوي من القائمة السوداء التي تحول بدرجة كبيرة قيام الشركات بشراء البضائع الأمريكية، موضحا أنه بدلا من ذلك فستقوم وزارة التجارة الأمريكية بمنح مزيد من التراخيص للشركات الأمريكية لبيع منتجاتها لهواوي لطالما أن تلك المبيعات لا تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.